في ماذا لو نجحت هذه المباحثات؟ عندي سؤال بسيط. أنا مواطن 106 مليون مواطن بيدافعوا عن بلدهم. كلنا جيش. قلت ده وبفضل أقوله. ليه لما تقول كده في ناس يزعلوا منك وناس يتضايقوا؟ ليه في ناس عايزين إنه بلدك دي تبقى سلاح مداح؟ ليه؟ لما تدافع عن بلدك تتهم، ليه؟ بص يا احمد، انا للاسف الفتره اللي فاتت انا ما كنتش متخيل كده، وحتى لما كلمتني امبارح ورغم يعني قلت اجي ما اعرفش، كل ما اقابل حد هو احنا هنحارب؟ هنخش حرب؟ هنخش حرب ليه يا ابني؟ الناس عايزه تقنع الناس ان احنا هنحارب وان في حرب. لا لا، اي قرار بيتخذ يا جماعه بيبقى له ضوابط وله حسابات اخرى. ده واحد. في ناس مش عايزاها تبقى كويس. طب اقول لك حاجه، في دوله في العالم عليها 5 قنوات بتشتغل 24 ساعه ضدك؟ في؟ يا ريتهم 5. لا يعني اللي هم في ده تركيا اللي عندها البتاع دوت وحزب البي كي كي، هم قناتين في المانيا. انت 5 قنوات على الاقل 24 ساعه من الصبح لتاني يوم هدم فيك. غير السوشيال ميديا، غير ده، غير السوشيال ده قصه السوشيال ميديا تمويل واللجان. لا لا، ده القصه السوشيال ميديا. انا طبعا ما ببصش لك. النهارده واحد بعت لي حاجه وللاسف جايبه 200,000، انا ما بخشش. واحد عامل يعني نقول سيناريو، اصل احنا قلنا يعني كامب ديفيد دي هنلغيها، وبالتالي حط عليها يا احمد 1,000,000 احتمال اتلغت، اذا اسرائيل بقى تهاجمنا تاني يوم وهترجع مش عارف، ودخلنا في قصه واقنع الناس ان ممكن دي حرب. اولا ما حدش فينا قال ان هنلغي كامب ديفيد. الوحيده اللي قالت، محدش رسمي رسمي الوحيده اللي قالت الواشنطن بوست وهي بتلمع وبتقري، وقالت ايه؟ تعليق سسبند. ان في فرق بالتعليق وتلغي، نشرحها بطوله ثانيه. لما تيجي تقول النهارده انا هقطع العلاقات السياسيه مع الدوله الثانيه، بقفل السفاره والم السفاره كلها بتيجي ودوله ثانيه تبقى تتولاني، نعم، دي اسمها قطع العلاقات. الدرجه الاقل منها ايه؟ اسحب السفير. لكن السفاره ايه؟ موجوده. لما اتقالت حتى من الواشنطن بوست ان مصر هتعلق العمل بالمعاهده، بالمعاهده، ده مش ان انا بلغي المعاهده ولا بطلع من ما اقدرش اطلع من المعاهده، لان المعاهده دي بين مصر واسرائيل وامريكا اي ويتنس الضامن شاهد او الشاهد الضامن خلاص. فوعد وهنحارب والقوات في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ والناس كلها ايه ده؟ وفي حرب؟ وبعدين الموضوع ده يتباعوا حاجات تانية بقى. نعم، لو انت داخل حرب انزل الم من السوبر ماركت الاكل واخذ. في ايه؟ الدوله زي الفل ومصر كويسه والامور ماشيه. وانا بقول لك اهو المره دي هذا الاتفاق هينجح. هينجح. ايوه ان شاء الله هنتقابل ان شاء الله. ليه؟ طب نشوف نتائجه. النتائج